fair play لكن لورين وودز كسر الفير بلاي ما بعرف سجل لورين وودز اعتقدنا رح تلعب للاخر المباراة عم تنتهي 83-74 تسع نقاط الفارق هون ما بعرف شو صار ظهر في اعتراض على الفير بلاي انه فكروا رح يلعبوا فير بلاي وصار اشكال هون بارض الملعب يعني بنتمنى الامور تروق بسرعه نتمنى الامور تروق سريعا اختلط الحابل بالنابل اختلط الحابل بالنابل بقاعه صائب سليم بالمناره بنتمنى الامور تروق بسرعه بنتمنى حرام يعني المباراه ممتازه كانت يا شباب كانت ممتازه كانت ممتازة المباراة حرام تنتهي بهالشكل اختلط الحابل بالنابل اختلط الحابل بالنابل